كده كيف احوالك وبتاع؟ قلت له والله احوالي ما كويسه. ليه حصل شو ان شاء الله خير؟ قلت له والله ما عارف، ابوي عنده عيان جايبينه لعمليه يوم الخميس في مستشفى سوق، وامي ما عندها مويه بيضه برضه جايبين لها مستشفى العيون عشان يعالجوها. فالامتحانات فضل الله اسبوعين وانا ما قال لي حاجه، نفسياتي في الواقع ما كويس. قلت له سامع يعني؟ قال لي سامع، لكن برضه ما تغير رايي. خلاص كويس. طلعنا العشاء مشينا انا وهو في الطريق كلنا نتكلم معاه، يا اخي الزوله دي قالت وقالت وقالت، انا قلت تعزيره. قال لي